قديش في رادارنا لليوم باش نحكيو على موضوع مهم ومهم برشا اللي هو المواد الطبية شبه الطبية المواد الصيدلية المكملات الغذائية اللي فما برشا من خلينا نقولوا الأولياء برشا من الناس اللي يقولك اللي هو يشوفوا فيهم معناتها أسوامهم أقل ربما من أنه يمشي للصيدلية ويشوفوا الإشهارات اللي تقولك المواد هذيك ولا خلينا نقولوا المنتوج هذيك راهو عنده فعالية كبيرة فيلتجؤوا إلى شرائه من بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي السؤال لهنا إلى أي مدى ينجم يكونوا مضرين بصحة الأشخاص اللي ياخذوهم خاصة مع معناتها العودة المدرسية فهم برشا أولياء في اللي خموا في تعزيز مناعة والمنتوج هذا طبيعي 100% نلقاوها باش ناخذوا المنتوجات هذه تحاول تعزز المناعة لصغيري إلى أي مدى الحاجات هذه تنجم تكون مضرة وهل استعمالها صحيح وإلا لا الإجابة تكون مع مدام ملكة المديرة الكاتبة العامة لنقابة الصيدليات الخاصة أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام ملكة عسلامة لله ومرحبا بكل مستمعينك مشكورة جدا على التدخل معنا إذا التجاء بعض الأشخاص لهم ولا لصغارهم أنهم يقتنيوا بعض المواد الطبية وشبه الطبية من المواقع التواصل الاجتماعي كيفاش نجم ترى مثل التصرفات هذه والله هذه التصرفات معناتها مش تصرفات تاع إنسان واعي لأنه بون هو لأنه ما فماش هناك رقابة زيد على هذه المواقع التواصل الاجتماعي دونك العباد تتخايب اللي تبيع الكل في انترنت هو عنده جودة عالية ويكون معناتها مراقب ولكن هذا العباد اللي لازم نوعيهم ومعناتها نحسوهم أنه اللي يتباع في انترنت اليوم هنا في تونس ما همش مراقبين خاصة مواد الصحة بالنسبة لمواد الصحة لا يوجد أي رقابة على ما يتباع معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى على معناتها لي سيت أون لين إذا ما همش مراقبين أجوردي في المواد الصحة يعني المواد هذية مجهولة المصدر لا نعرفوا لشكون صنعها كيفاش صنعت في أين معناتها كونديسيون صنعت اسكو المواد هذية خذات أو بريالابل رخصة من وزارة الصحة للترويج فما هذه لوتوريزاسيون دو ميز على كونسوماسيون ما نعرفوش دوك المسلك التوزيع ما نعرفوش كيفيه الاحتفاظ لانه اي ماده نتاع صحه عندها كيفيه احتفاظ اي ماده معناتها انت باش تحطها على لحمك ولا باش تشربها فيها دي كونديسيون دو كونسيرفاسيون اوسي كيف كيف معناتها ما دوك هذوم الكل ما نعرفوهمش هناك نقطه استفهام على لو بروسيس هذايا الكل دوك انت كمواطن باش يجيوك اشهارات باش يعني معناتها باش يشهيوك باش تشري باش تراها هكا باش يخرجوا لك دي بيبليسيتي وبرشا كلام يتقال معناتها اللي هو فيه مغالطات لانه اي ماده نتاع صحه ماهوش دواء هو ماهوش يعني ما نجموش نقولوا ايدي مدام ملكة المدير هو معناتها بغض النظر حتى على الكلام كما قلت لنا اللي خلينا نقولوا يستهوي اللي يتفرج فما صور فما معناتها شكون يحط لك قبله وبعده وانا تغري يغريوك اخر هذا هو الاغراء احنا هنايا هل هذايا مراقب هل هناك معناتها ديزيتود تعملوا باش القبل والابخي اسكو صحيح ديجا شكون يراقب في هذا الكل؟ الناس اللي تبيع في هذوما شكونهم؟ معناتها هوني الكل برشا تساؤلات اللي حد ما نجم يعطينا لها اون ريبونس داير. على خاطر ليس هناك رقابه اليوم اجوردي لهذا الكل. وداير هذا موضوع احنا كنقابه قاعدين نختموا عليه. عندنا توا منتدى في اخر شهر سبتمبر وعاملين اون تابلو روند الكل على البيع مواد الصحه وحتى هناك ادويه تباع على انترنت. دونك عاملين توت باش ان شاء الله اون فالا ديفوزي بقدرة ربي التابلو روند هذيا واخراجاتها واستدعينا فيها زاده مسؤولين من وزاره الصحه ومن وزاره التجاره باش يجيو يناقشوا هالفوضى هذه اللي صاير على انترنت كيفاش لازمها تتراقب وفما مواد معناتها ما نجموش يتباعوا في انترنت علاش؟ لان اي ماده نتاع صحه لازم هناك استشاره وراء هذا معناتها استعمال هذه الماده لانه فما مواد صحه حتى كان ماهمش دواء راه اي ينجموا يكونوا عندهم دي انتيراكسيون مع الدواء انت تشرب فيه ينجم يكون عنده انتيراكسيون مع ماكله انت تاكل فيها ينجم يكون عنده انتيراكسيون مع حساسيه انت عندك
ما فماش حتى شيء راهو يتشرب ولا يتحط على جلدك معناتها من غير ما تصير فيه استشارة. شكون ينجم يعطيك هالاستشارة هذه؟ الطبيب أو الصيدلي، والسؤال زاد، والسؤال زاد مدام ملك المدير يراقب لك صحتك، مؤهل أنه يعطيك لي كونساي اللازمي، لأنه هو هذايا مؤهلاته، هذوما خدمته، هذوما معناتها سي كونيسونس سيانتيفيك. معناتها اليوم الأم ولا العبد حتى روحه، انت حكينا احنا على الصغيرات وقلنا غونتخي يحبوا يبداو يشريوا حاجات لصغارهم لتقوية مناعة ولا باش يداويوا حاجات أخرى، ما تنجمش تشري. هذايا معناتها لازم هناك مينيموم دو توعية، أنه هناك معناتها تبارك الله الصيدليات في تونس موجودة في الحوم الكل ان بو بارتو. الصيدلي معروف معناتها سي كل فحومة عندها الصيدلي اللي هو سي لغامي، اللي هو تدخل باش تاخذ النصيحة. حتى عباد تاعنا معناتها حرفاء يدخلوا يخرجوا من غير ما تكون هناك عملية، ما تمشي يشري حاجة حتى معناتها باش ياخذ يقول هذه هكا. معناتها موجود الصيدلي فما 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 علاقة ثقة للمواطنين، هناك علاقة معناتها حميمة جدا. دونك معناتها نحن موجودين كصيدلة باش نفسروا وننصحوا، وهناك الاستشارة اللازمة، والمواد خاصة اللي موجودة في الصيدليات هي مواد مسلك متاعها معروف، معناتها المصدر متاعها معروف، معناتها تصنيع متاعها من ذات جودة عالية. معناتها الصيدلية باش توفر لك مواد تحت رقابة وزارة الصحة، ومواد صحة معناتها ذات جودة، واحنا بيدنا كصيدلة نراقبوا حتى كي يبداو مكملات غذائية أو أخرى، نراقبوا لي سيرتيفيكا داناليز نتاعها، نراقبوا نعرفوا شكون صنعها كيفاش تصنعت. فما عندنا مسلك كامل يتم فيه مراقبة لا كاليتي الجودة نتاع البرودوي هذايا. وفما أسئلة زادة مدام ملك المدير، فما أسئلة تتسأل معناتها للشخص اللي جاي للصيدلية، شنو قاعد تتناول معاها، شنو تاكل، عندك شي أمراض مزمنة، انتيغوغاتواغ كامل يصير. هذا هو، واحنا ننصحوا بمادة معناتها بأن برودوي، فما انتيغوغاتواغ ايسي من وقتاش عندك، كيفاش، علاش. ساعات لازم يمشي للطبيب، ساعات الاستشاره تخليك انه الصيدلي تقول لا هوني باش نقفوا حاجه هذه اللي عندك لازم تمشي تشوف عليها طبيب. والصيدلي ساعات يبقى ترونشي باش ينجم ينصح هو خاطر من مؤهلاته. حتى الصيدلي زاد معناتها عنده دي ليميت راهو في الكونساي نتاعو في الاستشاره. اي ساعات بيان سور فما دي ليميت، حاجات احنا نجموا ان اوتر نيفو اون لي تري معناتها ننصحوا بهم شنو لازم تاخذ كوم ميديكامون، معناتها يكون بيان سور ميديكامون اللي ما يستحقش وصفه طبيه كون ابل لي ميديكامون كونسي، ولا تاخذ النجم اللي ننصحك بمكمل غذائي. بربي نحب راهو نفسر حاجه، راهو المكمل الغذائي عمره لا كان يداوي. المكمل الغذائي هو حاجه تكميليه باش تعاون بها روحك، مهما يكون من فيتامينات او اباز دو بلان. خليني نفهموا معاك مدام ملك المدير، وقتاش الشخص تحس انه تاخذ في مكمل غذائي باش تدي، راهو الدواء الوحيد هو اللي عنده معناتها انديكاسيون ثيرابوتيك يداويك، الاخرين يعاونوك يحسنوا معناتها راهو هذايا نقطة هامة جدا. وقتاش اليوم الشخص، واحنا نحكيو مع معناتها أهل الاختصاص، اليوم وقتاش الشخص ينجم ياخو مكمل غذائي؟ شكون الشخص اللي وقت اللي يجي للفارماسي تقول له يوصف لك حالة معينة أو وضعية معينة تقول له ممكن مكمل غذائي ينجم يعاونك؟ مكمل غذائي باش يجي واحد معناتها مشكل مليح، عنده معناتها نقص في الماكلة. توا سي فغي كو وارد العباد ياسر تاكل في الشارع وماهيش معناتها ماهيش تاخذ في اللومجات الكامله، وماهيش تاخذ في معناتها لي فروي ليجوم كوم يلفو في النهار. هذاك احنا كي نعملوا لانتيغوغاتواغ باش نوجه واحد ناقصه فيتامينات مثلا اخر الصيف نتعبوا نسهروا معناتها الريتم نتاعنا يتقلب نبداو فاشلين تاعبين، نجموا ناخذوا دي فورتيفيون اباز دو فيتامينات باش نقويو روحنا، باش نحضروا روحنا للموسم الشتائي، باش نقويو المناعه نتاعنا. فما فيتامينات وفما حتى دي بلانت مجعولين انهم يعاونوا على تقويه المناعه باش تحضر روحك انت للموسم الشتاء للفيروسات تبدا مناعتك. هذايا نجموا باغ اكزومبل ننصحوا برشا معناتها في برشا حاجات معناتها هذايا معناتها سي تخي سبيسيفيك. معناتها احنا كصيدله كي يجي المواطن ولا المريض للصيدليه نمجدوا برشا، داير تلقانا نجدوا ساعات في برشا اسئله باش نجموا نوجهوا مريضنا
للحاجه اللي باش ياخذها. وهذا بطبيعه يتعارض كل معناتها يتعارض تماما مع انه نشريو المكملات الغذائيه هذيا من مواقع التواصل الاجتماعي. انا حكيت لك معناتها اليوم المواقع هذوما ما همش حد يعمل حتى رقابه، معناتها احنا شفنا وعايننا كنقابه دايوغ وعندنا برشا شكايات قدمنا بها، معناتها نشوفوا في مواد مش مجهول في المصدر، وجاتنا حتى تشكيات، معناتها جاتنا تشكيات تاع ناس تضروا ناس حتى في صيدليه نقبلوا انه ناس هذا تحرق هذا يتعمل هذا يتقلق هذا صارت له مشاكل معناتها في لاباغي ديجيستيف في الجهاز الهضمي نتاعو، هذوما معناتها يجي يقول لك مين شريته، تقول شريته من هكا والي شريته من موقع هذا شريته من هوني ريته خذيته، هما يتغراوا. هاني قلت لك كيما قلت فما تصاور يغريوك، فما حاجات لازمنا هوني معناتها اون سونري سونيت دالارم نقولوا يا مواطنين ردوا بالكم شنو تشري، ثبتوا شنو تشري، ارز معناتها ناخذوا شويه وقتنا قبل ما نشري، ما نتسرعوش ما نشتهيوش ما يغريوناش، معناتها حاجه خاصه الحاجه اللي تخص الصحه، الصحه ماهيش راه مواد الصحه والادويه ما همش كأي ماده استهلاك، هذوما مواد مقدسه عندهم بلايص وين يتباعوا فيهم وتحت استشارات ناس معينه كصيادله، معناتها اللي هما ناس يعرفوا شنو يبيعوا لانهم مؤهلين علميا انهم يبيعوا المواد الصحه، وهذا بالقانون هذا يأهل لهم انه يبيعوه. اما هذوما المواقع يومنا هذا لا يوجد اي قانون ولا اي نص قانوني ينظم المبيعات هذوما. واضح. الناس هكا نزيدوا نقولوا لهم ردوا بالكم ما تتسرعوش، معناتها الصيدليات موجوده على كامل انحاء الجمهوريه في كل حومه، امشيوا انصحوا اسمعوا نصيحه مش خاطر السعر ساعات رخيص، وانت ما قلناش علاش زعما رخيص هكا، معناتها ما تسالنيش علاش السعر هذايا معناتها وخاصة بالطريقه هذايا، وخاصة انه الاسعار ما تضاهيش وما ما مش نجم ما تنجمش تكون في وزن الصحه، معناتها عابد صحته الصحه هي ولا صحه صغاره، ومادة الصحه ماهيش اي ماده استهلاك، لازمنا معناتها نردوا بالنا، وحتى زاده مش باهي نشريو وحدنا، معناتها احنا مانيش مؤهلين باش نعرفوا شنو اللي باش نشريو كمواد صحه، معناتها ما لازمش لوتو لا سيغ كونسوماسيون زاد ساعات انت ما تنجم تكون ما تستحق حتى شيء. معناتها ما تنجم تكون ما تستحقش علاش تشري فيه؟ معناتها راهو زاد لا سيغ كونسوماسيون دي برودوي دو سانتي ولا دويات لازم ما تكونش لوتو ميديكاسيون كل ما لازمهاش تكون، معناتها لازم ديما نتاثروا بالناس اللي هي مؤهله. خاطر انا زيد ما نشجعش اني نسال سور كونسوم، ما تنجم تكون لاباس عليك ما حاجتكش. الانسان راهو كي بدا ياكل مليح ما حاجتوش باش ياخذ لا مكملات غذائيه لا حتى شيء، اي با بوزوان. حتى كان كما قلت لنا مدام ملك المدير حتى كان تحصل عليهم وينجم يكون وقتي، نجم يقولوا الصيدلي خذهم لفتره معينه. فما فتره لانه كي تفوت الفتره زيد ينجموا يعملوا حتى دي انتوكسيكاسيون، معناتها بتاخذ برشا مثلا تاخذ مكمل غذائي لمده طويله جدا ينجم يصيرلك معناتها احنا نكونوا تسمم بك المحتويات اللي ذوكم، خاطر فما زاده دي دوزاج ليميت انك مثلا كي تشرب دي فيتامين فما دي دوزاج ليميت ما لازمكش تفوتها، معناتها هذيك ما تظهرش حاجات معناها كلها استشاره كامله توعيه كامله نظرا للاهتمام بصحه الشخص اللي تخلك الصيدليه هذيك. مشكوره جدا مدام ملك المديره الكاتبه العامه لنقابه الصيدليات الخاصه، الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام، حاولنا نرجع على المكملات الغذائيه على الشراء تاع المواد الصحيه عن بعد، معناتها الى اي مدى راهو ينجم يضر. موضوع اخر زاد اثرتونا اللي هو التطبب الذاتي، موضوع اخر خلينا مره اخرى نحكيو فيه باكثر تفاصيل وتكون بحذانا حاضره بحذانا على شلي مدام ملك المدير، ونحكيو باكثر تفاصيل على التطبب الذاتي اللي فما برشا توانسه يعتمدوه اما نفسيا والا معناتها يتخيل لهم ان هما على حق ولا على الطريقه الصحيحه باش يحاولوا يعاونوا روحهم ولا حتى يعاونوا صغارهم. مازلنا مواصلين معاكم في الشارع التونسي حتى اللحظه.